بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الرياضة بالتفصيل محليا وعالميا. المنتخب الأولمبي هيخوض مباراة ودية يوم 20 يونيو الجاري بالمغرب أمام الكونغو، وده استعدادا لبطولة أمم إفريقيا اللي هتنطلق في 24 من يونيو. برتغالي روي فيتوريا المدير الفني المنتخب الوطني كشف عن اختيار الدولي محمود حسن تريزيجيه قائدا للمنتخب اليوم في ودية جنوب السودان بعد غياب محمد صلاح. السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي يخطط لتجهيز لاعبه الجزائري أحمد القندوسي لاعب خط وسط الفريق من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي في مباريات الأهلي اللي جاية سواء بالدوري أو كأس مصر. المنتخب الوطني لناشئي الإسكواش توج ببطولة كأس الاتحاد الدولي لناشئي الإسكواش ده امبارح، والأقيمت بالهند خلال الفترة بين 13 إلى 17 يونيو الجاري، وده بعد غياب البطولة لفترة دامت 12 عام. منتخب غينيا الاستوائية تأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، وده بعد ما فاز على المنتخب التونسي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن الجولة الخامسة من التصفيات. منتخب جنوب إفريقيا حقق الفوز على المنتخب المغربي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، وحسم المنتخبان التأهل حيث احتل منتخب المغرب مركز الوصيف في ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بفارق نقطة واحدة خلف جنوب إفريقيا. منتخب زامبيا ضمن مقعده في كأس أمم إفريقيا 2023 بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2023. نادي توتنهام الإنجليزي أعلن امبارح تعاقده مع اللاعب ديان كولوزوفسكي قادما من يوفنتوس الإيطالي بصفقة دائمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووقع اللاعب السويدي بحسب بيان النادي على عقد لمدة 5 مواسم ليستمر حتى عام 2028 مع توتنهام. جمال موسيالا نجم وسط فريق بايرن ميونخ حصل على جائزة جديدة مع البافاري بعد انتهاء موسم 2022-2023 والتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة 11 على التوالي. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لشاذلي وباسانت علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا.